السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج تكتيك الذي يأتيكم بعد نهاية كل مباراة. بالنسبة لمنتخبنا الوطني المشارك في نهايات كأس الأمم الآسيوية والمقام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، منتخبنا في ثاني المواجهات يخسر أمام تايلاند بهدف دون مقابل. انتهت على أثرها هذه المباراة لتكون الخسارة الأولى للأحمر في المجموعة الأولى، وبذلك تبقى نقاط المنتخب الوطني عند النقطة الوحيدة اللي تحصل عليها أمام المنتخب الإماراتي الشقيق في مباراة الافتتاح. إذن خسارة أولى تعتبر مفاجأة أمام المنتخب الذي هزم أمام منتخب يعد أضعف منا في الفترة الأخيرة الهند بأربعة أهداف، لكن خسارة وخيبة أمل يعيش الشارع الرياضي للأسف الشديد بعد هذه النتيجة المرة. خلوني في البداية أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الكابتن محمود مختار والكابتن حسين النعنزي. أهلا ومرحبا فيكم. مسي عليك بالخير أخوي عيسى، ونشكرك على الاستضافة. مسي على السادة مشاهدين المشاهدات خلف الشاشات، وهارد لك منتخبنا في مباراة اليوم. مرحبا فيك كابتن. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا فيك كابتن. إذا نذكر السادة المشاهدين بالتشكيلة الذي دخل بها المدرب ميروسلاف سكوب في بداية المباراة. هذه التشكيلة الظاهرة على الشاشة، لعب بالرسم التكتيكي 4-2-3-1 في حراسة المرمى سيد شبار، وليد الحيام، حمد شمسان، سيد رضا، وأحمد جمعة في خط الدفاع. في خط الوسط عبد الوهاب، علي كميل الأسود، سيد ضياء، سعيد، محمد مرهون، علي مدن في المنتصف. أما في خط الهجوم محمد الرميحي. نتكلم عن هذه التشكيلة الظاهرة على الشاشة كابتن محمود، أبتدي معك. خيارات سكوب في هذه التشكيلة، ممكن غياب كان لجمال راشد بسبب ممكن الوعكة الصحية في الفترة الأخيرة، ودخول مرهون هذه أبرز الأسماء، واستمرار غياب عبد الله يوسف في المباراة الثانية على التوالي. يعني التشكيلة بالنسبة يعني حتى طريقة اللعب والأسلوب، يعني أنا كنت أفضل أن التشكيلة أن تلعب بطريقة هجومية بحتة. يعني تقدر تلعب 4-4-2 في اثنين مقدمة، تقدر تلعب بالرميحي مع وجود عبد الله يوسف بجانبه، او حتى تقدر تلعب 4-2-4، يعني لان صحيح. الفريق كان انت محتاج الفوز باي طريقه وتامن. فاعتقد ان يمكن غياب جمال راشد بسبب المرض، بس احنا نشوفه بعد على دكه الاحتياط. فاعتقد ان التشكيله يعني طريقة اللعب أنا غير موافق عليها بشكل عام. يعني المفروض كان المفروض تلعب بطريقة هجومية بحتة، يعني تقدم، يعني تدخل عبد الله يوسف من البداية. يعني هنشوف أن التغييرات اللي قام بها المدرب سكوب في آخر 20 دقيقة متأخرة، نسبيا متأخرة. يعني احنا توقعنا حتى لو بتحدث أي تغيير من بداية الشوط الثاني. الشوط الأول احنا إذا بنرجع عليه بشكل سريع كان استحواذ على الكرة. بس ما في فعالية، بدون فعالية. جميل. يعني راح نتكلم أكيد عن الشوط الثاني والتغييرات بالنسبة للمدرب سكوب. كابتن حسين، نتكلم عن التشكيلة الحالية. بالنسبة لك الخيارات اللي بدأ فيها الكابتن سكوب، هل هي كانت مناسبة لهذه المباراة في ظل ظروف منافس خسر بالأربعة في مباراة الافتتاح؟ نعم صحيح، هو خسر بالأربعة أخو عيسى. أنا أظن هو يعني كان وفي حق آخر طريقة لعب فيها وعد فيها في المباريات الثانية. وتكلمنا ان المباريات الوديه اللي لعبها الشارع الرياضي كان يتكلم عن مستوى قليل جدا، ولكن هم كان يعد في هذه المباريات لملاقاه تايلاند والهند بعدها. اليوم تفاجئ الشارع الرياضي مع ان تايلاند ما كانوا سهلين، فريق في الشوط الثاني لعب بطريقه الكبار. اليوم انا اشوف كانت اضافه مرهون، يعني اتمنى الشفاء العاجل للكابتن جمال راشد، كانت هي العامل الاساسي والاجمل اليوم في من تواجد سكوب مع هذا المنتخب. جميل. لان اللاعب اليوم ينظر الى الامام، يعني ذكرنا في اللاعبين. انا اليوم يمكن كنت اشوف طلال يوسف في الملعب بدون اي مجاملات. اللاعب اليوم من 3-4 فرص كان يلعب الكره مباشره على المرمى، يمكن سدد 3 تسديدات، واغلب اللعبات كانت في الصندوق، ولكن ما حالف الحظ، مع انه كان منتخبنا بنفس الطريقه ونفس التشكيله قادر انه يقضي على المنتخب التايلاندي. نعم. في الشوط الاول تكلمت عن اداء جميل في الشوط الاول، خلينا نتكلم عن الفرص اللي حصلها المنتخب. وين كان الخلل في انهاء هذه الفرص؟ يعني شاهدنا اكثر من فرصه كانت محققه للتسجيل بالنسبه للمنتخب. نعم صحيح. اليوم انا اشوف تقريبا علي مدن اليوم المباراة الثانيه على التوالي لم يذهب الصوره المطلوبه منه كلاعب مهاري صانع العاب جريء على المرمى. من الاحصائيات تقول بان علي مدن كان الافضل في المباراه الاولى. كان الافضل في المباراه الاولى، لكن علي مدن يملك مهاره واسلوب لعب
اقوى وافضل، ما راح اتكلم عن لاعبين خارج التشكيله، افضل واقوى من اللي قاعد يقدمه الان، بالاضافه الى سيد ضياء وتالقه في الدوري الكويتي. لاعبين اثنين اليوم مرهون، يمكن محمد مرهون اللاعب الوحيد اليوم اللي عطى اضافه على المرمى تمنيناها باللاعبين الخبره اللي هو علي مدن وسيد ضياء اللي شاركوا في بطوله خليجيه سابقه، متعودين على الاجواء الجماهيريه، انديتهم قاعده تنافس في الدوري المحلي او الدوري الكويتي. الاثنين ذينين تقريبا يمكن المباراه الثانيه على التوالي ما ادوا الاداء اللي يطمح له الشارع الرياضي وامكانيات اللي هم يمتلكون. كابتن محمود اذا بنتكلم ممكن عن سيطره واضحه، ارقام تفسر 60% سيطره لمنتخبنا الوطني، 64 مع نهايه الشوط الاول، لكن في النهايه عدم وجود الاهداف يعتبر اعتقد استحواذ سلبي في ظل عدم وصول للمرمى. هو الاداء بشكل عام متوسط حتى الشوط الاول مع الاستحواذ، وصلنا ل 64% يعني حتى الشوط الاول اكثر. الشوط الاول كان المنتخب التايلندي متمركز يعني بشكل حوالي 10 لاعبين في الربع الاول من منطقته يعني، مع استحواذ المنتخب الوطني للكره، لكن تمريرات اكثرها كانت خاطئه يعني. المستوى بشكل عام حتى الشوط الاول متوسط فنيا يعني، ما في لعبات، ما في خطوره، الاهداف لا يمكن مثلا تحرز من لا شيء، لازم انت تستمر في الضغط يعني، تخسر كذا هجمه مثلا لين ما انت توصل تحرز الاهداف. احنا نلاحظ ان الضغط المنتخب البحريني او منتخبنا ما كان يعني يحتاج للتمرير، التمرير السليم ما كان داخل الملعب. بالاضافه النقطه الثانيه، كان عندنا اكثر من 6 ضربات حره امام المنطقه ما استغلناها. يعني انت لو تلاحظ اكثر المنتخب العراقي شلون استفاد. الغريب كابتن محمود بان المنفذ في هذه الفتره كان سيد ضياء اللي ما كان ينفذ ضربات الحره، شو اللي اختلف اليوم؟ يعني عندك كوميل، عندك حتى كان يعني في لاعبين احنا مستغربين، كان مسدد في الفتره يعني الماضيه. احنا من اليوم بشكل عام بشكل يعني عام، احنا لاعبين المنتخب البحريني خارج الفورمه، ولا لاعب يعني مثل ما قال كابتن حسين يقول لك ان اللاعب مثلا محمد مرهون الله ابليس علي مدن يقول لك يعني احنا نعرف اللاعبين، نشوفهم في شلون في الدوري، شلون ادائهم. اليوم المنتخب البحريني خارج المستوى، يعني ما كان ولا لاعب ان احنا يعطي 50% من مستواه الفني اللي نعرفه. يعني في شيء غريب اليوم على مستوى الفريق بشكل عام. يعني المباراه كانت بالنسبه لهم يا انهم داشين نفسيا غير معدين، مستهترين من يعني نفسيا ان بياخذون المباراه بعد ادائهم. هل هم يستمعون الى المديح الزائد عن اللزوم من قبل الاعلام او من قبل الصحفيين في المباراه الاولى؟ انت كلاعب محترف المفروض تفرق عن لا عن عن, عن جمهور او عن ناس ثانيين. انت كلاعب محترف المفروض هاي الاشياء ما تاثر فيك. انت تدش الملعب، هاي اداء عملك واداء احترافيتك في الملعب تاديها. فاليوم بشكل عام المستوى الفريق بشوط الاول كان متوسط فنيا مع الاستحواذ يعني، لكن ما في فاعليه، ما في استغلال للكرات الفرص. يعني لما يكون ضربه حره على خط ال 18 تخسرها يعني غريبه صراحه. اليوم الفريق بشكل عام كامل خارج الفورمه. إذا نتكلم كابتن حسين عن الشوط الثاني، الشوط الثاني توقعنا المبادرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني، لكن تفاجأنا بتراجع ومبادرة تايلندية ما أسفر عن هدف تايلندي غير متوقع مع مجريات الشوط الأول والسيناريو اللي شاهدناه في الشوط الأول. هذه أخوي عيسى غير متوقع في نظرتنا احنا كشارع بحريني. احنا اليوم نجد منتخبنا يعني من الأفضل، دائما كل واحد ينظر لمنتخب بلده هو الأفضل، ولكن يوم تنزل للواقع الهند تطورت. الواقع يقول لك الشوط الاول كنا افضل كابتن، كنا افضل الشوط الاول. مباراه كل تغير في مباراه 90 دقيقه تغير في الشوط الثاني، ان الفرق الشرق اسيويه اذا ما تفرض سيطرتك عليها في بدايه المباراه وتسجل عليها تقلب الحول في الشوط الثاني، وعندها بدائل تقدر تعمل على يعني انها تقلب المباراه عليك. اللي حدث عندنا في الشوط الثاني ان الفريق التايلندي لعب بطريقه الكبار. كيف لعب طريقة الكبار؟ لعب على أخطاء لاعبينا في الظهيرين. جدا اليوم أنا يعني استغربت من مشاكل جدا كبيرة في الظهيرين. اللي سبب هذه المشاكل اللاعب 18 مسجل هدف اللي هو سون جراسين، بالإضافة إلى تبادل مراكزه مع اللاعب رقم 10 اللي هو المهاجم اللي دخل في كرة انفرادية. طبعا كانوا يتبادلون خلف المحاور الاثنين اللي هو كوميل الأسود
وعبد الوهاب علي فيحضرون في نص الملعب وبعدها تظهر الكره للاطراف. فكانوا الاطراف عندهم من لمسه ياتي الهدف، ولاعب مميز جلاسين يوم حصل يمكن تقريبا على افضل لاعب في المباراه، لعب على اخطاء لاعبينا. بعد تسجيل الهدف لعب المنتخب تايلاندي بطريقه الكبار جدا، استحواذ باللمس السهل السريع الى منطقه الخصم. وجدنا لاعبينا عبد الوهاب علي محاور ازيد من اللازم ما تعودنا عليه، سامي الحسيني كذلك شفناه في كذا كره. والمشكله الاكبر انا اتوقع ان الكابتن سكوب بدل في الدقيقه 64 تقريبا بعد الهدف باربع دقائق ودخل تبديلين، وكان تبديلين جدا يعني الوقت مناسب جدا للاعبين ياخذون فرصتهم كامله. ولكن انت تدخل عبد الله يوسف زائد رميحي لاعبين طوال في القامه يحتاجون الى كرات عرضيه، وتدخل سامي الحسيني على الطرف في محاوراته، وكذلك دخلت مهدي حميدان كذلك محاورات. يعني انا اللي اشوف ان البدلاء في الشوط الثاني كانوا داخلين مو عارفين واجباتهم بالضبط. راح اتكلم اكثر عن البدلاء وتبديلات السكوب، لكن نبقى مع الشوط الثاني والمبادره. نتكلم كابتن محمود بان منتخبنا الوطني كان الافضل في الشوط الاول والشوط الثاني، منتخب مغاير صراحه لعب في الشوط الثاني. احنا امتلكنا زمام الامور ولكن فقدناها في الشوط الثاني. دليل نتكلم عن حتى الاحصائيات اذا نشاهدها على الشاشه، راح نتكلم عن تكلمنا عن 64% في الشوط الاول، انتهينا 54 فقدنا 10% بالنسبه حق الاحصائيات. هذه الاحصائيات ظاهره على الشاشه. تفضل كابتن. طبعا بشكل عام الشوط الثاني، شوف انا احنا قبل لا نطالع فريقنا خلينا نطالع الفريق المنافس. تايلاند ترى لعبوا بتكتيك جدا ممتاز، لو تلاحظ ان في الشوط الاول يعني لعب اول ربع ساعه امتص، يعني كان هو عارف سيناريو المباراه، امتص حماس واللعب الضغط لفريق منتخبنا الوطني في بداية الشوط الاول، ودخل بتكتيك ثاني اعرف انه هو يبتدي بالهجمات المرتده وعرف نقطة الضعف. اليوم الظهير الأيسر عندنا أحمد جمعة ما قام بواجباته، يعني حتى الهدف جاء من جهة الظهير الأيسر، يعني لعبت 1-2 لو تعيد الهدف، لعب الكرة واستلم ودخل، وفوق هذا نفسه في نفس الوقت الخطأ اللي هو بالنسبة لقلبي الدفاع ما كانوا متفاهمين اللي هو بين وليد الحيام وشمسان، اليوم ما كانوا في الفورمة، يعني تحس إن اليوم دفاعنا نلعب بدون دفاع، يعني قاعدين يقومون بواجباتهم الهجوميه، خصوصا لو تلاحظ ترجع للهدف يعني اعطى قوه ونفسيه للمنتخب التايلندي ان فريقنا ممكن يحرز، وكان في امكانه يحرز الهدف الثاني وضربه في القائمه اعتقد. نعم كابتن، انا ببقى معك احمد جمعه، ذكرت بان احمد جمعه ما كان في الفورمه، نتكلم ممكن عن احمد جمعه الذي يستبدل في مبارتين متتاليتين، رغم ان احمد جمعه لم يكن هو الاساسي في الفتره الماضيه، اليوم يعتمد عليه سكوب لمدة شوط واحد، وعودة سيد ضياء اللي صراحة أنا شخصيا مو فاهم عودة سيد ضياء لمركز الظهير الأيسر. قراءتك الفنية لهذه التغييرات؟ دائما احنا نقول الثبات في خط الدفاع، اليوم حمد شمسان يرخل، أحمد جمعة يرخل، رغم أنه ما احترامنا شديد لاعبين مميزين، ولكن دائما احنا نبحث عن استقرار في خط الدفاع. هذه تخبطات أصلا، يعني لأن أنت تلعب، لما تلعب مباريات تجريبية أنت يعني تتوقع هاي السيناريوز تصير في المباراة التجريبية، تقعد تجرب ما أثناء المباراة في بطولة رسمية تلعب سيد ضياء ظهير، لأن شنو صار عندك؟ أنت صار عندك دخلت الرميح، عندك الرميحي، دخلت عبد الله، دخلت ثلاث مهاجمين يعتبر، صار عندك أربع مهاجمين في الملعب، أنت طلعت اثنين من لاعبين الارتكاز وعندك لاعب ظهير، فأنت مضطر أنك يعني تدخل ترجع واحد اللي هو سيد رضا ورا يغطي ودخل ثلاثة. المشكلة أن أنت قويت خط الهجوم، خط الهجوم بس ما وصلت من وين بيستلم، ما عندك لاعبين، فقد السيطرة في منتصف الملعب، فإي أنت وصلت خط الهجوم بيجيبون أهداف، بس أنت تحتاج إلى صانع لعب. يعني كومين الأسود ما شفنا، علي مدن طلع، سيد ضياء رجع، فما عندك أنت تمويل. في نفس الوقت قلت لك اليوم الحالة النفسية والحالة الفنية البدنية للاعبين مو باللاعبين اللي احنا نعرفهم، يعني انا اقول لك حتى اقل من 50% اليوم اداء اللاعبين، بالاضافه الى الاضاعه. انا شفت اليوم مثلا مباراه اليابان لما احرز عليهم فريق في استقبلوا هدف في اول الشوط الاول، كانوا يلعبون هادئين، ما كان عندهم استعجال، عندهم ثقه في روحهم انه بيرجعون للمباراه. انت من طريقه المباراه من بدايه المباراه تحس ان الفريق البحريني مستعجل، يبي يجيب هدف
ما يجي الهدف، الهدف اذا تركض وراه ما يجي، الهدف يجي لما تكون تركيز في اللعب، تلعب عندك ثقة في روحك، تستلم وتسلم صح للكرة وتكسب مساحة وتنتشر في الملعب وتخلق لك فرص. احنا حتى لو ترجع الى شريط المباراة ما عندنا فرص، يمكن فرصة يعني اللي اسميها فرصة يمكن تسديدة محمد مرهون على المرمى، يعني ما عندنا فرص، يعني من 10 فرص حصلنا هدف، انت ما عندك حتى فرص. 90 دقيقة تلعب في الملعب باربع في والاخر 20 دقيقة باربع مهاجمين وما عندك ولا تهجيم ولا هجمة صح. نعم. ففي مشكلة عندك. انا اقول ان في تخبطات اليوم حتى في التغييرات في المسؤول عنها الجهاز الفني، يمكن لو هاي الاشياء هو يعني انا ما بفهم شلون صار تغييرات صراحة، ما انا فاهم منها يعني رجوع سيد رضا سيد ضياء محال ورا والتطليع اللي هو احمد جمعه، ففي في 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 اشياء فنيه ان شاء الله. احنا نتمنى ان الفريق يعني يرجع، احنا طبعا لما يعني نتكلم هالشيء يعني كنا امل فيهم وعارفين ثقه ان في لاعبينا يقدرون يعطون اكثر من هاي المستوى. نعم جميل. نرجع لك كابتن حسين نتكلم عن التغييرات في التشكيله، نتكلم عن خط الدفاع بشكل اكثر. احمد جمعه ما كان موجود في اغلب فترات في الفتره الماضيه بالنسبه للمنتخب الوطني، اليوم يلعب كاساسي لمده 45 دقيقه فقط في مبارتين، دليل على ان وجود خلل في هذه المركز. نتكلم عن غياب احمد عبد الله اللي كان مميز في الفتره الماضيه مع سكوب، علامه استفهام غياب مهدي باقر اللي كان احد نجوم المنتخب الوطني في كاس الخليج، اليوم رغم احترافه في الخارج الا انه صار برا التشكيله، فشيء محير. نتكلم ايضا عن سيد ضياء اللي في الشوط الثاني دائما يكون ظهير ايسر رغم انه هو يميل الى الهجوم وصناعه الفرق. انا بالنسبه لي اذا تسمح لي عن موضوع سيد ضياء، لن ادعي قراءه عقليه سكوب، لكن سكوب ينظر الى سيد ضياء في الظهير اليسار. شو اللي خلاه ينظر الى سيد ضياء انه يشارك كظهير يسار؟ اتوقع في عمل مناقشات بينه وبين المساعد المدرب كابتن خالد تاج ان سيد ضياء ما يبتدي في الظهير، ولكن يقلب الايه في الشوط الثاني فيبتدي في ظهير، اولا لانه يراه في الظهير، ثانيا سيد ضياء مفترض يكون قائد فعلي لهجمات منتخبنا الوطني، لانه لعب بدا في خليجي 2012 اللي هو في البحرين استضافتها، كان لاعب اساسي بجانب محمد سالمين بجانب حسين بابا، اكتسب الثقه والخبره الكبيره اللي اهلته اليوم انه يكون هو المحترف في الخارج، اول من احترف في الخارج. اليوم سيد ضياء مستوى اجبره وخلى سكوب، لو سيد ضياء ادى الاداء المميز اللي معروف عن سيد ضياء في الاختراقات في صناعه اللعب في التهديف، كان سكوب لم يسمح لنفسه انه يرجع سيد ضياء في الظهير اليسار. النقطه الثانيه اللي انت تتكلم عن اللي قال عنها الكابتن يعني فرغ النص، فعلا فرغ النص. اليوم تكلم عن وسط الملعب اللاعب عبد الوهاب علي وكميل الاسود لم يتعودوا اللعب بدون جمال راشد، اليوم تعودوا يلعبون مع محمد مرهون، محمد مرهون كان يميل للجهه اليسار وهو اللي فعل الجهه اليسار التهديفيه لمنتخبنا اليوم في الجانب الهجومي، بينما في الجانب الدفاعي ما كان يرجع في الشوط الاول، من كذي كان الاستحواذ حق منتخبنا اكثر. في الشوط الثاني اتوقع محمد مرهون بذل مجهود جدا عالي، دخل عبد الله عيسى عبد الله يوسف، لكن عبد الله يوسف اليوم ما كان عارف الواجب اللي هو بيلعب فيه، لانه كان دائما يكون بديل للرميحي او الرميحي بديل له. فالكابتن سكوب انا يعني البطوله دائما تكون كبيره، احنا ما نبي يعني ما تتمنى اليوم انك تكون في مكانه في هالموقف، ولكن التجارب اللي عملها المباريات اللي عملها توصلك اليوم انت وجهازك الفني لعمل شيء منظم داخل الملعب. متوقع يعني الظهيرين انا الشوط الثاني كان الظهيرين، انا يعني استغربت من سيد رضاوي في سيد رضا في هذه البطوله مستوى دفاعي جدا ضعيف، انا اتوقع ان اللاعب ما كان هو في الاساس لاعب ظهير، كان في الاساس جناح، ولكن اليوم كثره الالعاب يعني انت في الدوري شوي سهل المباريات، اما لما تطلع على مستوى جدا عالي في عندك لاعبين يحتاجون الانضباط الدفاعي اول شيء، بعدين تطلب منه الامور الهجوميه. اليوم انا اقول في منتخبنا في الاساس يفتقد الى القائد في تنظيم هجمات الملعب وليس قائد كلبس كابتن. نعم. انا بس اضيف على نقطه يعني احنا لو نلاحظ يعني ونتابع الوسط الرياضي والمشجعين والانتقادات اللي صار ويعطون خيارات، المشكله انه لا زال الشارع الرياضي يقول لو اخذت الكذا، يعني لا زال يناقش التشكيله. الحين مو وقت التشكيله، الحين هاي اللاعبين اللي موجودين في البطوله
هاي اللاعبين اللي موجود نتكلم عن توظيف لهاي اللاعبين التوليفه اللاعبين اللي اختارهم سكوب في البطوله. نعم. بعد البطوله وما الا كل حادث حديث في اتحاد وفي جهاز فني ومجلس اداره يقعدون يا اللاعب هم اصحاب القرار. بس احنا اليوم نتكلم عن اللاعبين اللي موجودين عندي في البطوله مسجلين وشلون اوظفهم وشلون اخليهم. ممكن انا يعني الشيء اللي انت سالتني اياه في بدايه اللقاء ان البرنامج شلون قراءتك للتشكيله؟ المشكله ان كل مباراه لها تشكيله، ما يصير تلعب نفس التشكيله كل مباراه. يعني انت داخل على حسب الخصم انت ما تلعب بطوله دوري، انت قاعد تلعب بطوله كاس، المفروض تدرس الفريق المنافس وتشوف شنو نقاط الضعف وين نقاط القوه. دارسنا خلال يوم يومين عندك بطوله وتحط اللاعبين وتفهم كل لاعب مهام ماله على حساب ان الفريق المنافس شنو تقدر تستغل ماله. انت تجيك سيناريوهات حتى توضع لك سيناريوهات اثناء سير المباراه. ما شفنا يعني انت شلون تلعب باربع لاعبين وتفرغ الوسط وتبي يعني الهجوم الا اذا رجع. وما شفنا هالشيء لان حتى اليوم اللاعبين مستواهم دون يعني دون المتوسط. خلينا نتكلم انا يمكن اعقب ثواني بس في عالم التدريب او في عالم البطولات الكبرى عندما تتكلم عن توظيف يجب ان تتكلم عن تحفيظ. التحفيظ من وين هي؟ من كثره المباريات، اعادتها في التمارين، تحفظ اللاعبين. بس انت يوم منتخبنا ما تنقص مباريات لعب اتوقع لكن ينقصه تحفيظ. اليوم انت تشوف مو محافظين اللاعبين يعني حتى اللي دخلوا في الشوط الثاني امكانيات عائليه امكانيات هائله عندهم قادرين يغيرون مستوى اللعب لكن كتحفيظ لعب في المركز هذه ايش راح تسوي؟ ما تقدر تسوي. الرميحي في المباراه الاولى كان حافظ عمله صحيح، كان مزعج قلبين دفاع المنتخب الاماراتي في الاخير توفق سجل هدف مع الفرص الضايعه. اليوم اللي دخلوا في الشوط الثاني كانوا يعني فاقدين التحفيظ. نعم جميل. انا باخذ معاكم تغريدات. اذا تكلمنا عن شارع رياضي كابتن محمود تكلمت عن قضب في شارع رياضي، خلينا ناخذ راي شارع رياضي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وردود افعالهم بعد الهزيمه. لناخذ هذه التغريدات مع بعض ونعقب عليها. التغريده الاولى من جوردر يقول لعب بدون تكتيك، لعب عشوائي، اختيار اللاعبين في التشكيله حسب اللي يحب المدرب وليس حسب الافضل. للاسف تاهل صعب يظل هالخربطه، الخساره جزء كبير منها يتحمل المدرب بسبب اختياراته والباقي سوء مستوى بعض اللاعبين. هذه بالنسبه للجودر. ناخذ التغريده الثانيه. التغريده الثانيه المدرب لازم يستوعب عنده مدافع بالدكه ممتاز اللي هو مهدي باقر ويحول وليد ظهير يسار، خصوصا ان احمد جمعه لا هجوميا ولا دفاعيا ماشي صح ولا بادي المباراه مهاجمين ومكثف اللعب صوب جهه رضاوي. كان بيفرق منتخبنا شوي بس ما نقول له الحمد لله. على كل حال هذه سلمان حاجي. ناخذ تغريده اخرى. نوار عبد الله المطوع، وعبد الله مجموعتنا ضعيفه ونلعب بمهاجم واحد الى متى يا سكوب؟ هذه بالنسبه للتشكيله بمهاجم واحد. زياد ال خليفه، منتخبنا حالته حال اليوم وشيك سكوب ويحط مهاجمين اثنين طول طوال في 18 وعلى الاطراف يحط جناحين كل واحد يلعب عكس الرجل اللي يلعب بها، شلون يعني يرفعون من الاطراف؟ وهكت الانجليز يا سكوب. شباب مركزين على سكوب. عبد الله خلفان، سكوب هو سبب الخساره والاسباب كثيره، عدم وضع كل لاعب في مركزه الصحيح، مشاركه مهاجم واحد الى دقيقه 60، عدم مشاركه جمال راشد، تبديلات خاطئه. هذه بالنسبه لعبد الله خلفان. تغريده اخرى بالنسبه لحسين عياد، المدرب يتحمل الخساره، لا تكتيك ولا هجمه منظمه بس لعب طويل ولا تنقطع وتراجع وترجع مرتده، ويا ريت احد يوضح شلون يفكر سكوب يلعب وليد الحيام قلب دفاع هو مركزه ظهير، بعد الجول يرجع سيد ضياء ظهير. ممكن تكلمنا عن مركز سيد ضياء مع الشباب. اساسيات كره القدم مو موجوده، ياسر الكوهجي تلعب مهاجم واحد طول شوط كامل ضد منتخب خسران 4 من الهند، وليد الحيام فوق 10 كرات طويله من المدافع للهجوم دون اي فائده وما زال يعيد اللعبه. عندك اثنين مهاجمين في البوكس كل واحد اطول من ثاني، عرضيه واحده صح ما وصلتهم، شلون تبي نفوز؟ شلون؟ هذه ياسر. التغريده الاخيره
يقول فيها الخسارة يتحملها اللاعبين من الدرجة الأولى والمدرب رعونة في الأداء، أنانية اللاعبين ما يبون يمررون حق بعض، كل واحد يبي يتفنن، روح استعراض ما لا داعي سيد ضياء والحسيني الأخطاء الدفاعية وتحديدا من وليد الحيام في تمركزه كلفته وايد. هذه بالنسبة لتغريدات الشارع الرياضي. كابتن محمود في أكثر من تغريدة تتكلم بأن وليد الحيام يجب أن يلعب في مركز الظهير وعودة مهدي باقر كقلب دفاع، رايك بهذه؟ اتفق وياهم 1000%، اتفق وياهم. يعني احنا شفنا وليد الحيام شلون في نادي المحرق على الظهير، شلون يؤدي، شلون يهاجم، وعندك وجود مهدي باقر، بس هذه يعني قناعات المدرب بشكل فني. احنا اللي كنا نقول يعني حتى استعدادات قبل البطوله كان عندنا واجد يعني انتقادات الى المدرب في خياراته، في لاعبين واجد كثيرين ممكن يكونون حتى ضمن التشكيله ضمن 22 لاعب، يعني من خلال رؤيتنا ومتابعتنا لمباريات الدوري. يعني انا اشوف ان الكلام اكثر التغريدات صحيحه، حتى بالنسبه الى يعني مراوغات سامي الحسيني وسيد ضياء. يعني انا اللي قلته في البدايه حتى في مباريات، يعني مباريات نشوفها المباريات الفرق الثانيه مثل الفريق السوري، عندك فريق الاردني، عندك الفريق الياباني، مثل ما قال يعني انا لو اشبك كذا تغريده كل كلامهم صحيح. اولا اساسيات اللعب، انت لما تتكلم عن اساسيات اللعب يعني تتكلم عن ارسال واستلام، هاي تتكلم عن فئات سنيه، ارسل كره واستلم كره، ما في شيء صعب. يعني احنا هاي اساسيات لازم تكون موجوده، انا ارسل لك كره تستلم لي كره، هاي مو موجوده، شلون انت توصل خصم؟ ثاني شيء كثره المراوغه، يعني الفريق مغلوب انت قاعد تستعرض لي في الملعب شلون توصل على الطرف مو داخل منطقه البوكس انك مثلا تتراوغ بحيث انك تكسب. فنفس الشيء عندك اللي هو مثل ما قال يعني طالب الشارع الرياضي انه بمهدي باقر، مهدي باقر متميز ممكن ويا حمد شمسان، بس هذه الامور لازم تتمرن عليها قبل البطوله. صعب التغيير في خط الدفاع في المباراه القادمه برايك؟ والله هاي قناعات المدرب، يعني هاي الاشياء المفروض رؤيتك الفنيه. انا اقول لك اذا وليد الحيام المفروض تغلب الحين مباراه، خلاص المباراه القادمه فوز، ما عندك خيار تعادل، يعني المفروض شلون انت تنزل بالتشكيله هم اللاعبين. انا احس ان يعني هاي قناعات المدرب، بس قناعاتي انه صدق مهدي يجب التغيير في المباراه الاخيره. كابتن حسين بالنسبه حق تعقيب وجهه نظري، يعني انا اشكر الجماهير صراحه، الجماهير واعيه وفاهمه وعارفه وين تبي تروح، لك وجهة نظري إذا لم تغير قناعاتك في الوديات لن تغيرها في البطولات، يصعب جدا. أما سكوب كفكر يصعب تبديل، أنت أثناء المباراة عامل تكتيكي، أنت خسران تسحب مدافع وتدخل مدافع، لأن مهما يكون وليد الحيام في بطولة مثل هذه فريق مسكر، اليوم تايلند يلعب بالخمسة ورا، 5-3-2 واثنين اللي صنعوا الفارق في الشوط الثاني من لاعبين تايلند، لاعب رقم 10 واللاعب رقم 18، ولكن يقدر في المباراة القادمة، هو عارف سيد باقر مستواه وامكانياته، ولد لنا في هالبطولة اللاعب حمد شمسان بامكانيات جدا عالية، إذا اليوم يجب أن يجبر سكوب أو يقنع سكوب أنه يطلع وليد الحيام في المباراة القادمة على على الظهير، ولازم المنتخب المباراة القادمة يفرض طريقته بالفوز أيا كان وأي أسلوب يلعب فيه. احنا نستعرض معكم جدول الترتيب قبل ما نختم الفتره الاولى من هذا البرنامج. نشوف منتخبنا الوطني للاسف الشديد في المركز الاخير في خساره وتعادل واحد في ظل وجود مباراه راح تلعب في ختام هذه الجوله بين منتخب الهند ومنتخب الامارات المستضيف. ممكن كلمه اخيره نوجهها يمكن لمن يهم الامر، كما نقول اليوم احنا لما نتكلم عن يعني اخطاء في المنتخب احنا مو ضد المنتخب الوطني، اليوم احنا لما نقول في خيارات خاطئه احنا مو ضد الجهاز الفني، فلذلك اليوم احنا نوضح ما يجب ان يتم توضيحه للجهاز الفني. هناك قناعات نحترمها نعم، ولكن لا نرضى بالهزيمه امام منتخب هزم بالاربعه في اولى مبارياته. نتكلم عن منتخب يجب ان يحافظ على مركزه في ظل بدايه مميزه وهي تحقيق الانتصار لولا ضربة الجزاء الظالمة. بالنسبة للإمارات نتكلم عن منتخب قدم شوط أول مميز، ماذا حدث في الشوط الثاني؟ ومن الملام أنتم من تحددون المشكلة. أنا في النهاية يمكن أشكركم على تواجدكم معنا في الفترة الأولى. كلمة أخيرة كابتن محمود قبل ما ناخذ كابتن حسين. أنا كلمتي للاعبين قبل ما أوجهها للجهاز الفني، اللاعبين هاي بطولة كأس آسيا، هاي فرصة لن تعوض،
لان بعض اللاعبين يمكن ما بيلعبون بطوله كاس اسيا مره ثانيه. هاي فرصه لك انك انت تعدل الوضع في المباراه القادمه قبل ما يواجهونك الجهاز الاداري والجهاز الفني. جميل كابتن حسين. احنا نتمنى مباراه اليوم تخدمنا بين الامارات والهند، واتوقع ان قادر الكابتن خالد توج باقناع الكابتن سكوب والتعامل في المباراه القادمه بتشكيل افضل ومع الدافع الجيد للاعبين، ان شاء الله بتاهلون حتى لو كانوا ثالث يعني. اكيد احنا نتمنى دائما الافضل لمنتخبنا الوطني، نتمنى وكلنا ثقه بلاعبينا والجهاز الفني والاداري بان نظهر بصوره مغايره امام المنتخب الهندي، دائما احنا الثقه عندنا عاليه فيكم يا جماعه يا شباب، دائما منتخبنا مثل ما تعودنا مثل ما نعرفكم احنا اخوان وربع، دائما مشرفينا مباراه للنسيان امام منتخب تايلاند اللي ممكن تغيير الجهاز الفني اعطاه دافع معنوي وخلاه يظهر بهذا الشكل في هذه المباراه، ولكن هذه لا يبقى عذر. الشوط الثالث وهي المباراه الاخيره هي الاهم بالنسبة لتحديد حظوظنا في البقاء في النهائيات الآسيوية. كلنا أمل فيكم. وصلنا معكم للفقرة الأولى من برنامج تكتيك، راح نواصل الفقرة الثانية مع الزميل محمد الشرقاوي ومحلل الفني محمد الحسيني. وصلنا إلى النهاية، شكرا لكم كباتن، شكرا للسادة المشاهدين. فاصل قصير ونواصل الفقرة الثانية من البرنامج. كرة بتلعب على كبار حمد حسين لعبها، الله 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 يا محمد يا بن سالمين. 2002 وهجمة 2001 جهة شمال تسديدة قوية، الله محمد يا محمد يا محمد يا الحبيب. كرة ملعوبة توصل، الله الأول الأول، قرار يوسف والتعادل الأول والتعادل لشقيق محمد علي. محمد علي بالراس هذه مرت 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 جول على حبيب، الله لعبك الله عليه فنك الله عليه. والله المنتخب البحريني هو اللي ما له أمان، المنتخب البحريني سواها، البحرين يعود من جديد. To invite all of you to support us during the Asia Championship, because I remember the nice atmosphere last year in the GCC in the Kuwait, and the spectators help us too much to go to the semi-final, and without spectators will be difficult for us. But I hope that Bahrain people like the soccer and go to the UAE and support us. اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في الفقره الثانيه من برنامج تكتيك. اكيد هذه الفقره اللي نتكلم فيها بشكل تفصيلي اكثر وبتعمق اكثر بالتكنولوجيا الفنيه لتحليل مجريات ما حدث في مباراه اليوم، المباراه اللي اكيد كلنا حزينين على نتيجتها، خساره بواحد للا شيء من فريق او من منتخب تايلاند. لم يكن هذا التوقع، على اقل تقدير كنا نطمع في نقطة لمواصلة المنافسة وحفظ الحقوق للتأهل للدور الثاني، لكن لا زالت المنافسة قائمة ولا زالت الحظوظ قائمة أكيد في مباراة أخيرة وفي نتائج مختلفة على حسب نتائج المباريات الأخرى. الإمارات والهند أيضا هناك مباراة في الساعة 7 بتوقيت البحرين. لكن في البداية دعوني أرحب بضيفي في هذه الحلقة اليوم، المحلل الفني محمد الحسيني. يا هلا مرحبا فيك محمد. يا هلا مرحبا فيك أخوي محمد. نفس ما قلت احنا كلنا حزينين اليوم بالخسارة، لكن للحين ما انتهى المطاف، في مباراة في 3 نقاط امام المنتخب الهندي، ممكن كل الأخطاء تتعدل ونشوف المنتخب ان شاء الله في الدور الثاني.
أكيد إن شاء الله. في البداية خلنا نتكلم محمد بعد مباراة اليوم، نتكلم عن فلسفة المدربين في 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 مباراة اليوم، سواء المدرب سكوب مدرب المنتخب البحريني أو حتى المدرب البديل لمنتخب تايلاند بعد إقالة الصربي. طبعا محمد بالنسبة لسكوب والفلسفة، قلنا من قبل أن سكوب مدرب دفاعي يعتمد على الانضباط الدفاعي. فلو تذكر محمد قلنا الامتحان حقيقي حق المنتخب البحريني راح يكون أمام المنتخب التايلندي والهندي. ليش؟ لأنه هني سكوب راح يبين المرونة التكتيكية حق سكوب، راح تبين من ناحية تغيير الأساليب في كرة القدم، اللي هو الأسلوب المباشر، أسلوب الغير مباشر، وأسلوب الهجمة المرتدة، وأسلوب اللا مركزية. طبعا المنتخب البحرين لما لعب مع المنتخب الاماراتي يعتمد على الاسلوب الهجمه المرتده، صحيح. لكن لما انت تكون الطرف الاقوى في اللقاء تلعب مع المنتخب التايلندي لازم تغير هذا الاسلوب، صحيح. للاسف ما شفنا هاي الشيء على ارض الواقع. شفنا اليوم المنتخب غير الاسلوب بالفعل، الاسلوب الغير مباشر، لكن بدون فاعليه في ثلث الهجوم. نعم. بالنسبه حق المنتخب التايلندي او مساعد مدرب المنتخب التايلندي، للامانه محمد يعني ما عنده خلفيه كبيره عن هذا المدرب، لكن على اساس انه هو يعني مدرب طوارئ نفس ما نقول، نعم. فاكيد راح يحاول انه يقلل الاضرار، صحيح. فيلعب على الاسلوب الدفاعي لانه، نعم. هو استفاد من الدرس او من درس المدرب صربي امام المنتخب الهندي، لان يعني المنتخب التايلندي امام المنتخب الهندي لعب بالاسلوب الغير مباشر، لعب على البوزيشن، لعب على التيكي تاكا، يحاول كان يبني فرص، صحيح. لكن شو سوى في المنتخب الهندي محمد؟ لعب على المرتدات، واليوم تمام. المنتخب التايلندي هاجم المنتخب البحريني بالسلاح اللي هاجم فيه المنتخب الهندي في المباراة السابقة. جميل. جميل جدا بالنسبة هذه لفلسفة المدربين، لكن عطنا تشكيل الفريقين اللي ابتدوا فيه هذه المباراة. طبعا بالنسبة حق منتخبنا، المنتخب البحريني بدأ اللقاء 4-5-1 في حراس المرمى، سيد شبر، شمسان، الحيام، أحمد جمعة على اليسار، رضاوي على اليمين، كومين الأسود، وعبد الوهاب علي في النص. طبعا بعدين محمد مرهون، طبعا هذا التبديل كان اضطراري، اتوقع ان جمال راشد يعني ما تمرن اول امس، وعندنا علي مين، علي مدن، سيد ضياع اليسار، ورمحي. لو نشوف التشكيله ونقارنها مع منتخب الامارات التشكيله نفسها، لكن باستثناء محمد مرهون اللي تواجد لظروف جمال راشد الصحيه وتعرض لوعكه صحيه. بالضبط. وانا اشوف من اول ما تشوف التشكيله محمد تتنبأ انه ممكن أن يكون في مشاكل في المباراة. إذا المنتخب التايلندي كان في حالة طبيعية ممكن، لأن أنت اليوم الطرف الأقوى من هذه التشكيلة محمد. أنا أحس أن سكوب أخطأ في القراءة. ليش؟ معدل أطوال المنتخب التايلندي محمد معدل يعني جدا قصير، تحكي عن أطوال المنتخب التايلندي، صحيح. أنت تمتلك محمد لاعب محترف نفس عبد الله يوسف، نعم. عنده القوة البدنية، عنده القوة الجسمانية، تقدر تستفيد منه. أخوة، قبل أن أدخل التعمق في الخيارات اللي موجودة ونتكلم عن ما حدث في الشوط الأول، عطني تشكيلة تايلند قبل أن ندخل على الشوط الأول. المنتخب التايلندي طبعا محمد لعب بطريقة تقريبا 5-4-1، هذه في الحالة الدفاعية بالضبط. لكن في شيء كان يطبقه أو فكرة كان يطبقها المنتخب التايلندي، كان يلعب هذه الطريقة في حال أنه إذا استخدم فكرة الضغط العالي، نعم. في بعض فترات المباراة كان يستخدم فكرة الضغط العالي، كان الكابتن دانجدا مع اللاعب سونغراسن كان يصيرون بهالطريقة يضغطون على اللاعبين اللي راح يبنون الكرة. تمام. خلنا نتكلم عن مجريات الشوط الأول، راح ندش بشكل أكثر في الشوط الأول. شلون كانت مجريات الشوط الأول؟ شلون المدرب سكوب خذ القراءة بالنسبة للشوط الأول؟ هل هو بادر أو لم يبادر؟ هل ابتدى مثل ما بدأ مع الإمارات أو حب أنه هو يكون ضاغط أكثر؟ خلنا نشوف قراءة الشوط الأول شلون كانت من خلال هذه البث. طبعا بالنسبه حق الشوط الاول، اتوقع ان المنتخب بدا المباراه بطريقه ممتازه للامانه، كان مستحوذ على الكره، لكن المشكله كانت في الفعاليه محمد. حتى المنتخب التايلندي اول هجمه هجمها كانت دقيقه 20 اتوقع الدقيقه 20 بالضبط، لكن المشكله شنو كانت في الشوط الاول؟ اوكي المنتخب يستحوذ ويلعب، لكن في مشكله كانت بالنسبه للاعبين، توظيف اللاعبين في الملعب. عندنا محمد اول شيء التركيز دائما كان من هذه الجهه، دائما محمد هذه الجهه كان فيها تركيز بالاعتماد على احمد جمعه وسيد ضياء. بالمقابل محمد عندنا هذه المساحه محمد
بالنسبة حق رضاوي أو علي مدن ما استغلت بالطريقة الصحيحة، يمكن رضاوي أتوقع لعب كروس واحد فقط طول الشوط الأول. فمعناته محمد أنه ما في أي تنويع في طريقة اللعب أو تبديل الجهات في المنتخب البحريني. فأنت بشكل طبيعي إذا راح تركز على هاي الجهة المنتخب التايلندي راح يتكتل في هذه المنطقة. انت ما قاعد تغير لعب الصوب الثاني عشان تربك شوي، لان اوريدي المنتخب التايلندي يتكتل ويلعب لاعب لك بخمسه. فانت لازم تنوع في طريقه اللعب، تصوب من برا، تلعب على اليمين، تلعب على اليسار. في هذه الحاله ممكن تعمل ربكه حق المنتخب، وهذه اللي افتقدناه في الشوط الاول. يعني اخذنا مثل ما نقول استحواذ لكن من غير اي فاعليه. بالضبط. انت محمد دائما تحكي في كره القدم لازم يكون عندك عنصر مفاجئ. نعم. هاي الشيء اللي افتقده اليوم المنتخب البحريني. اوكي بدا صح لعب بالاسلوب الغير مباشر، وزع الكور لكن ما كان في حلول. اليوم محمد مرهون يمكن الافضل بالنسبه لي في لعب الكي باس. محمد مرهون يمكن الوحيد اللي كان يلعب في هذه المنطقه ويعتمد على الرميحي في الكي باس، يلعب الكره من العمق حق محمد الرميحي. للأسف ما كان في أي مساندة من علي مدن ولا من السيد ضياء. بالفعل محمد الرميحي دائما يكون معزول بين الثلاثي الدفاعي حق المنتخب التايلندي، وهاي المشكلة الأكبر اللي كان في الشوط الأول. هي مشكلتين، نعم، عدم المساندة من الأطراف بشكل صحيح، والتركيز فقط على الجهة اليسرى. بالإضافة إذا نضيف نقطة بسيطة محمد، أنت تحكي عن كوميل الأسود وعبد الوهاب. طبعا لاعبين يلعبون بوظيفه واحده. انت صحيح. عندك اثنين في النص، لازم واحد منهم يكون بوكس تو بوكس، نعم، والاخر يكون ارتكاز. لكن نعم. بالضبط. فلكن تشوف الكوميل الاسود هاي المساحه اللي يغطيها محمد هذه فقط، ما يروح الى النص الثاني من الملعب او الى الثلث الهجومي حق المنتخب التايلندي. اسلوب اللعب اللي قاعد يتبع سكوب محمد، هل هذه تعليمات سكوب وهو طالب من كوميل؟ نقدر نقول حسب رؤيتك سكوب طلب من كوميل انه هو يقوم بمثل مهام عبد الوهاب على اساس الجوانب الدفاعيه، ونفتقد مهام الهجوميه اللي هو على قدره كبيره فيها في صناعه اللعب وممكن يمثل اضافه هجوميه كبيره؟ هاي شيء اكيد محمد. انا ما اتوقع اللاعب راح ياخذ القرار منه من نفسه انه ما يتواجد في هاي المنطقه. اكيد هذه تعليمات المدرب. نعم. ان ما قلنا المدرب يحب يلعب على التحفظ. اذا قراءه خاطئه مره اخرى من سكوب. بالضبط. كل الامور محمد هذه كلها قراءات مدربين. اللاعبين ما يتحركون في الملعب على مزاجهم او نعم. هاي كلها اساليب وخطط مدروسه قبل اللقاء على اساس قراءتك انت للمنافس. نعم. بالنسبه حق الشوط الاول هذه كانت الامور اللي موجوده. صحيح كنا مستحوذين ونسبه الاستحواذ اعلى، لكن للاسف من غير فاعليه. خطأين يمكن هما الابرز او نقطتين هي الابرز على مستوى منتخبنا البحريني، انه هو ما كان في مسانده هجوميه ولا كان في تنويع من الاطراف، كان الاعتماد على طرف واحد. كذي يكون هذه نقاط الشوط الاول. في الشوط الثاني شنو الامور اللي ممكن او اللي طبقها سكوب ما كانت مثل التوقعات، خاصه انه في بدايه الشوط الثاني نوعا ما كان في تراجع غير مبرر من منتخبنا البحريني؟ بالفعل كلامك 100% صحيح محمد. الشوط الثاني من ناحيه التشكيله كبدايه ما في شيء تغير، لكن كاسلوب لا تغير. عكس محمد مباراه الامارات، يمكن لو تذكر قلنا مباراه الامارات اول ربع ساعه اداء المنتخب تغير لانه خذ الثقه. صحيح. العكس في هذه المباراه، اداء المنتخب تغير لانه خسر الثقه. لان انت لما تلعب امام منتخب التايلندي في شوط اول كلاعب انت ذهنيا من داخل تتوقع انك تكمل الشوط الاول متقدم. نعم. وهذه هاي الشيء بالنسبه لي اللي اثر على المنتخب في بدايه الشوط الثاني، الامور الذهنيه محمد، الامور الذهنيه. اذا العامل النفسي فيما بين الشوطين هو اللي كان فارق مع منتخبنا. بالضبط. طبعا سكوب يلام انه ما تدخل. دائما نقول الشوط الثاني هو شوط المدربين. سكوب يلام انه ما تدخل في الوقت الصحيح. سكوب متى تدخل؟ بعد الهدف اللي دخل عليه. بس هما شيئين محمد يكملون بعض. نعم. عدم تدخل سكوب في الوقت الصحيح. نعم. عشان يقرا المنتخب الثاني ويعطيك الادوات الصحيحه، وايضا الثقه اللي خسروها اللاعبين، لانه يمكن في وايد ناس اليوم يقولون ان اللاعبين ما كانوا نفسهم. صحيح. في مو نفس المباراه اللي الاولى. نعم. هاي كلها محمد امور نفسيه، لان المدرب نفسه
الاسلوب واحد بس نعم. هذه امور نفسيه حق اللاعب نفسه. صحيح، العوامل النفسيه هي ممكن تعمل الفارق، بالذات في الشوط الثاني اذا كنت طالع بنتيجه سلبيه او متقدمه. نروح حق الهدف اللي تسجل علينا، وشلون الخطا اللي صار او التقصير او النواقص اللي كانت موجوده بالانيميشن، بنشوف شلون الهدف صار علينا، وين الامور اللي كان لابد انه يكون فيها نوع من التصحيح او فقدان تركيز. طبعا قبل ما نبتدي بشرح الهدف محمد، شغله مهمه ان المنتخب التايلندي قلنا يعتمد على شنو؟ على الاطراف. لما تلعب بالخمسه انت اذا تبي تسجل لازم تفعل الاطراف، ولازم يكون في محطه ثلث الوسط يوصل هاي الكرة حق الأطراف. فالمنتخب التايلندي نفس ما قلنا لعب على أخطاء المنتخب البحريني بالنسبة حق الأظهرة والمساحات اللي تركوها اللاعبين بين القلوب والأظهرة، مساحات جدا كبيرة استغلها في الهدف الأول. لما نشوف هذه محمد بالرسم بنشوف أن اللاعب رقم 9 سلم الكرة حق الظهير المتقدم. شوف المساحة محمد بين وليد وبين أحمد جمعة، مساحة جدا كبيرة. لو بنشغل اللعبة عشان تكون أوضح حق السادة المشاهدين، نعم بهالطريقة شوف المساحة محمد بين وليد الحيام وأحمد جمعة. أوكي أحمد جمعة ممكن عمل كفر حق نفسه بس ما في أحد يعمل له كفر. هني ممكن نشوف المساحات الكبيرة بين خط الوسط وخط الدفاع، ممكن نعيد الحركة بالبطيء، الفارق كبير، مساحات كبيرة صارت في ظهر الظهراء اثنينهم، يعني حتى واللعبة كانت عكسية في الجهة الثانية أيضا كان ممكن يتكرر نفس الخطأ. نفس الخطأ. وشغلة مهمة بعد محمد أنه حتى القلوب يمكن ما قدروا يعملوا مثلا مصالح التسلل. ممكن كان القلوب لأن المنتخب كان في حالة هجومية، ممكن كانوا القلوب يكونون شوي أقرب في منطقة أعلى، ممكن يكونون أقرب على خط الوسط. صحيح بالضبط حق ثلث الوسط عشان أنه ما ينضرب بلعبة واحدة، نفس ما قلنا في فرق بين الظهير والقلب، فهاي أتوقع كان السبب الرئيسي في الهدف. فافتقد خط الدفاع عندنا وقلبي الدفاع افتقدوا ميزة التغطية الصحيحة وأيضا مسألة التسلل. لو بنتكلم محمد عن الحلول اللي صارت أو التبديلات اللي أجراها سكوب من بعد الهدف، وشنو كان طلب من هذه التبديلات أو شنو المطلوب منهم سواء كرسم تكتيكي أو كمهام لاعبين في توظيفهم داخل الملعب، شلون مشت الأمور؟ طبعا سكوب دايركت بعد الهدف عمل التغييرات، نعم. فسحب اللاعب مرهون ودخل عبد الله يوسف، نعم. سحب اللاعب أحمد جمعة رجع باك يسار سيد ضياء، وأحمد جمعة طلع دخل مكانه سامي الحسين. هاي طبعا دايركت بعد الهدف، بعد الهدف. وبعدين دخل اللي هو مهدي حميدان وطلع اللاعب علي حلو. طبعا انا شفت من التلفزيون ان لما عبد الله يوسف دخل اتوقع اشير حق اللاعبين طريقه 4-3-3. نعم. لما شفت هاي اللقطه كنت ناطر شنو راح يصير الان من ناحيه الرسم التكتيكي حق المنتخب. شو اللي صار محمد؟ انت دخلت عبد الله يوسف صح، لكن ما استغليت عبد الله يوسف صح. ليش؟ لان عبد الله يوسف كان دائما موجود في هذه المساحه، دائما موجود في هذه المنطقه. انا ما احتاج عبد الله في هذه المنطقه، انا احتاج عبد الله هني. نعم. مع الرميحي. صحيح. خليه يعملون ثنائيات، قلنا الثلاث لاعبين محاصرين محمد، ما في حلول حق محمد الرميحي. تحتاج تزيد العدد انت عليهم عشان تقدر تفكك زيادة العدد. شيء بديهي، هني مفروض كوميل ياخذ دور صانع الالعاب. نعم. عبد الله خذ دور صانع الالعاب كان بعيد عن محمد، كوميل مغطي مع عبد الوهاب في الوقت اللي احنا نحتاج يكون نسجل صانع. بالضبط. نعم. نحتاج نسجل هدف وسامي يكون على في الجهه اليسرى ومهدي حميدان في الجهه اليمنى. فهاي كانت المشكله محمد بدخول عبد الله. بدخول عبد الله وعدم توظيفه التوظيف السلم، يعني كان المفروض يكون في تغيير في الرسم التكتيكي، لكن تفاجأنا ان الرسم التكتيكي مثل ما هو عليه ما تغير اي شيء، واعتماده على كرات طويله ما ندري هل هي مرسومه او خطه متبعه او مجرد كور عشوائيه. طبعا بالنسبه حق الاساليب في كره القدم محمد، انت لما تستخدم اسلوب لازم تستخدمه لانك انت متمرن عليه. صحيح. أو عارف متى تبي تطبقه، ما تستخدم اسلوب لان انت خلاص ما عندك خيارات حل. عندك حل. فالاسلوب المباشر اللي صار حق المنتخب اليوم كان عشوائي للأمانة. لأن استخدمته مثل ما نقول استخدمه سكوب، مو لأن خيار من خياراته، لأن هذه آخر خيار موجود. هذه آخر خيار ليش؟ لأن أنا اليوم ما عندي لينك بين خط الوسط
وعبد الله يوسف مع الاطراف والهجوم ما في لينك، فيعني اسهل شيء اللي ممكن يسويه المدافع وليد او شمسان، طبعا هم ما يلامون لانه ما عندهم حلول، يلعبون كره طويله يعني حق محمد، بس انه ما في اي مسانده. لو نشوف هذه اللقطه محمد تشرح تقريبا فكره سكوب بعد التبديلات اللي حدثت واللي صارت على ارض الواقع بالضبط. فهذه محمد هجمه من الهجمات، طبعا وليد الحيام يستلم، يتحرك الرميحي، يتحرك عبد الله يوسف، تلعب كره طويله، لكن محمد سامي الحسيني يكون واقف مكانه متاخر. حل واحد فقط عنده هنا في هذه الهجمه هو مهدي حميدان، ولا توجد مسانده هناك، نظل اثنين او ثلاثه وسط خمس لاعبين مراقبه، يعني من الصعب ان انت يعني الا اذا كنت بدعاء الوالدين ممكن تسجل وسط هذه المعمعه، لكن اعتقد الاسلوب ذي لابد يكون يتبع بشكل صحيح. هناك يمكن الفكره صحيحه لكن تنفيذها لم يكن بشكل المناسب. شلون ممكن تطبق محمد بشكل المناسب مساله لعب الكور الطوليه واللعب المباشر؟ اي طبعا احنا قلنا نبي عبد الله يوسف لازم تستخدمه صح. نعم، يكون عندي محطتين في ثلث دفاع المنتخب التايلندي صحيح. عشان نحل مشكله التكتل الدفاعي اللي عندهم. فبهذه الطريقه محمد لو كانت مدروسه تصير هذه الطريقه تعطيك حلول اخرى حق المنتخب، انك تساند من الاطراف وتلعب على الكرات العرضيه اللي راح يمتاز فيها محمد وعبد الله في ظل القوه البدنيه اللي يمتاز فيها على مدافعي المنتخب التايلندي. خلينا نشوف محمد هذه اللعبه. سيد شبر يستلمها وليد الحيام، كره طويله لكن في نفس الوقت تحرك سامي الحسيني وتحرك عبد الله محمد الرميحي الى المنطقه. نشوف المسانده الهجوميه تزيد من نسب انك انت تسجل هدف في هذه الالعاب. اكيد من راح تزيد. وشيء ثاني محمد، اللاعب اذا عندك محطتين، فاللاعب يلعبها باليسار يعني يلعبها وليد الحيام. نعم. لازم المحطتين واحد ينزل واحد ينزل. صحيح. واحد ينزل الكره وواحد ينزل. ليش ينزل؟ يعمل ربكه حق الخط الدفاعي، يسحب مع لاعب. نعم. في مجرد ما عبد الله يوسف يلعب الكره حق سامي الحسيني او العكس محمد يلعب الكره حق مهدي حميدان. نعم. يصير في نفس اوفرلاب في منطقه. صحيح. الجزاء ويكون محمد الرميحي فاضي. خلينا نشوفها مره اخيره، وليد الحيام تكون اوضح حق الساده المشاهدين. عبد الله يوسف دايركت هنا، محمد الرميحي يطلع على برا ويدش على داخل، بمجرد ما يكون سامي في المكان الصحيح عشان يلعب الكره العرضيه يكون محمد الرميحي سباق في التصويبه من المدافع التايلندي. بهذه الطريقه اتوقع الاسلوب المباشر يكون الانسب ويكون فيه مسانده. وايضا التبديل الغير مفهوم في مبارتين ان سيد ضياء يرجع الى الظهير، هني تكون مسانده الهجوميه ايجابيه. ايضا سامي الحسيني دخوله يكون ايجابي بانه هو يدخل مع مهدي حميدان لتعزيز الاطراف، مسانده الهجومين وتواجد مهاجمين في المقدمه عبد الله ويا محمد الرميحي تحقق الفكره اللي انت تبي تطبقها بما ان انت متاخر في هذا. صحيح محمد، حتى موضوع السيد ضياء طبعا يتواجد في هذه المنطقه دائما، شفنا هاي التبديل ثاني مره. انت اذا مو مقتنع من احمد جمعه من نواحي الهجوميه، بدا المباراه الاولى لعب ضد منتخب الاماراتي خليته كباك يسار معك حق. اليوم نبي نفوز، عندك احمد عبد الله. نعم. اتوقع افضل في لعب العرضيات. نعم. ليش تغير لاعب مو متعود يلعب في مركزه انت في بطوله قاريه؟ صحيح. محمد تلعب اليوم سيد ضياء ظهير يسار، والخيارات موجوده اعتقد محمد موجودة. يعني عنده خيارين بدل خيار احمد عبد الله، خيار من الخيارات اللي كان يعتمد عليهم وهو اصلا قبل النهائيات. وليد الحيام ايضا بوجود مهدي باقر على دكه البدلاء. بالضبط، يمكن في بعض الناس تقول لك ان انا ما راح اغير الحين شمسان مع وليد الحيام بسبب الانسجام. اي انسجام تحدث عنه محمد؟ كم مباراه لاعبين مع بعض؟ شمسان يعني المباراه الافتتاحيه ويمكن المباريات الوديه اللي قبل البطوله. بالضبط، فانت يعني هذه ما له شغل بالانسجام لانه اوريدي اللاعبين اللي يلعبون مباراه انسجام ما يجي من مباراه واحده. صار لهم مده. بالضبط، فتقدر تستغل وليد الحيام على اليسار، نعرف. نعم. من افضل اللاعبين يلعب كروسات في الدوري ويعطي مسانده هجوميه كبيره. بالضبط، فتقدر تستغل الحيام مع سيد ضياء وتلعب. جميل. على العرضيات بوجود عبد الله يوسف والرميحي في المنطقه. طبعا من بدايه المباراه دائما الامور النفسيه، انت ما تبدل خلاص انا استقبلت راح ادخل اللاعبين. نعم. خلاص حاله طوارئ هني، لا الضغط يزيد على اللاعبين. فمحمد لازم القراءة تكون من الدقيقة الأولى ويلعب. نعم. المباراة على فترات ويكون بتدرج بتدرج ومهيئ اللاعبين ومهيئ نفسه على كل سيناريو موجود في المباراة، سواء صحيح. استقبلت هدف في أول ربع ساعة، سواء سجلوا عليه هدف قبل الشوط، سواء سجلوا عليه هدف في
الربع ساعة من الشوط الثاني. هاي الأمور كلها لازم تكون مدروسة قبل المباراة، لازم كلها نأخذها بعين الاعتبار أكيد. قبل أن أختم محمد، المنتخب البحريني عنده فرصة أخيرة في مباراة أكيد لا تقل صعوبة عن المباراة اللي فاتت، مباراة مع المنتخب الهندي اللي يمتلك يعني عناصر ممتازة للأمانة، شفناها في مباراتهم الأولى مع تايلاند. شنو ممكن يسوي المنتخب البحريني فنيا طبعا نتكلم داخل الملعب في المباراة القادمة على أساس يحقق النقاط والمرجوة اللي ممكن توصلنا للدور الثاني؟ طبعا الجواب المثالي حق هذا السؤال محمد بعد مباراة الهند والإمارات. نعم. لأن مباراة واحدة بالنسبة لي غير كافية أن أنا أقيم المنتخب الهندي حاليا، لأن لعب على أخطاء المنتخب التايلندي. أنا بشوف اليوم المنتخب الهندي مع منتخب مثل منتخب الإماراتي منتخب قوي، هل عند المرونة التكتيكية أنه يغير من الأسلوب ولا لا؟ بعد المباراة إحنا ممكن نأخذ هذا القرار والأسلوب الأنسب اللي ممكن نلعب فيه. لكن أنا أقول نفس ما إحنا تعادلنا من المباراة الأولى وأدينا زين والتفاؤل كان 100%، اليوم ما نتحبط لأن خسرنا مباراة منتخبات عالمية. في أول مباراة على ما أذكر منتخب الإسباني أتوقع في كأس العالم 2010 خسر من سويسرا وصار بطل العالم، فالخسارة لا تعني النهاية. بالضبط، أنت تعلم من أخطائك وتطبق إن شاء الله في الجاي أكيد. إن شاء الله المنتخب محمد بيتوفق وإن شاء الله في أداء أفضل قادم أكيد. هذه اللي نتمناه في المباراة الجاية. شكرا لك محمد على تواجدك وعلى كل هذه التحليل والمعلومات اللي ذكرتها. سعيد تواجدي معكم محمد دائما وأبدا أكيد، ولنا لقاءات أخرى أعزائي المشاهدين. أكيد وصلنا معاكم للختام وجدا جدا جدا مستائين من النتيجة، ليس من أفراد المنتخب ولا اللاعبين، لكن مستائين من النتيجة اللي كانت أكيد غير مرغوب فيها. كنا أكيد نتمنى أن المنتخب يفوز ويقطع شوط في التأهل إلى الدور الثاني وينافس على صدارة المجموعة، لكن قدر الله ما شاء فعل. كل اللي نقدر نقوله هارد لك، لكن القادم أفضل، مباراة مهمة قادمة. كل اللي نطلبه إنه يشدون حيلهم، وإحنا أيضا مساندين كلنا كأعلام وكشعب بشكل عام وكجماهير وشارع رياضي، مساندين ومتفائلين بمنتخبنا إنهم يقدمون ما هو أفضل ويتأهلون للأدوار الثانية، وإن شاء الله كل الأمور خطوة بخطوة في الأدوار الثانية. لكل حادث حديث. إلى هنا نكون قد انتهينا من تحليل هذه المباراة. هارد لكم ونلقاكم على خير في أمان الله.